يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 71 بعد 100. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. نعمتان عظيمتان لا أستطيع شكرهما مهما فعلت ومهما قلت. من بهما علي إمام زماني، الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إنه ولي النعم. هكذا نخاطبه في الزيارة التي وردتنا من ناحيته المقدسة، الزيارة التي تعرف بزيارة الندبة أو بزيارة آل ياسين الثانية أو بزيارة آل ياسين غير المشهورة. فما شيء منا
سادتي آل محمد، سيدي بقية الله، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إنهم أولياء النعم، كما نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. كما قلت قبل قليل، نعمتان عظيمتان من بهما علي إمام زماني. الأولى ولايتي لمحمد وآل محمد عموما، وللحجة ابن الحسن خصوصا. هذه النعمة الأولى. والنعمة الثانية أن وفقني أن أعرف ضلال المنهج الذي كنت عليه، وقد عرفت ذلك منذ أيام شبابي، منذ أن كنت في العشرين من عمري. كنت أخذ ديني من منهج حوزة النجف. وفقني إمام زماني، وما التوفيق إلا منه، أن أعرف ضلال هذا المنهج. إنني كنت أخذ ديني من الخوئي ومحمد باقر الصدر والوائلي وأضرابهم، من هؤلاء كنت أخذ ديني، وثبت عندي بالدليل القطعي وقد عرضته عبر هذه الشاشة بالوثائق والحقائق والدقائق مئات ومئات من الساعات، كلها متوفرة على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت. كنت أخذ ديني من هؤلاء، وثبت عندي بالدليل القطعي من أن دينهم لا علاقة له بإمام زماننا، لا من قريب ولا من بعيد، لا شأن لي بهم. أكان ذلك عن شبهة عندهم، عن جهل بسيط، عن جهل مركب، عن سوء نية، عن حسن نية، هل عندهم من عذر في ذلك؟ ليس عندهم من عذر في ذلك؟ هل يعفو عنهم إمام زمانهم؟ فلطالما يعفو إمام زماننا، يعفو المولى عن عبيده وهو عنهم غير راض. لا شأن لي بكل ذلك. هل هم من أهل الجنان؟ هل هم من أهل النيران؟ هل هم من أصحاب الشفاعة، ممن يشفعون في الناس أو ممن يشفع فيهم؟ لا شأن لي بهم، تلك مشكلتهم. أتحدث عن مشكلتي. مشكلتي كنت أخذ ديني من هؤلاء، ولكن بتوفيق
من إمام زماني ثبت عندي بالدليل القطعي من أن دين هؤلاء، أتحدث عن دين حوزة النجف، عن دين حوزة الطوسي. لا أريد أن أفرض ذلك عليكم، إنني أتحدث عن نعم إمام زماني علي، أتحدث بنعمة الحجة بن الحسن علي في يوم نعمتهم الأعظم في عيد غديرهم. أمرنا أن نحدث بنعمهم، أمرنا أن نذكر فضلهم وآلاءهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهاتان نعمتان لا أستطيع أن أؤدي شكرهما لا بفعل ولا بقول ولا حتى بصمت. نعمة ولايتهم ونعمة معرفة ضلال المنهج الذي كنت عليه، وأجدادي وآبائي مضوا عليه، لكنني كفرت بمنهج هؤلاء الذين أشرت إليهم، وتبرأت من دينهم، تبرأت من منهجهم، تبرأت من عقائدهم الضالة البعيدة عن محمد وآل محمد. عقائدهم هكذا وصفها أئمتنا بأنها عقائد ملعونة، ملعونة، والله هكذا جاء وصفها في كلماتهم، عقائد ملعونة. لهذا تبرأت من عقائدهم. لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، إنما هي نعم من نعم الحجة ابن الحسن أردت أن أشير إليها. إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عودوا إلى برامجي المفصلة، إما أن تشاهدوها عبر هذه الشاشة، وإما أن تعودوا إلى الإنترنت، فكل التفاصيل وكل الوثائق وكل الحقائق والدقائق ستجدونها بين أيديكم. تقدم في الحلقات الأولى والثانية والثالثة من هذه المجموعة، من مجموعة حلقات هذا هو الحسين، في الحلقة الأولى عرضت بين أيديكم قائمة بالعناوين الرئيسة التي سأتناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. في الحلقة الثانية والثالثة عرضت بين أيديكم جملة من المعطيات، حيث أخذتكم في جولة بين كلماتهم وأحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم، وبين آيات قرآنهم المفسرة بتفسيرهم. أخذتكم في جولة في خمائل الكتاب وأحاديث العترة، معطيات واضحة تحدثنا عن القتل الثاني، والذي هو الأقسى
والأشد والأعظم بين القتلين، بين القتل الأول والقتل الثاني لسيد الشهداء. إنني أتحدث عن قتل الحسين الثاني في مرحلة الرجعة العظيمة. سأعود إلى التفاصيل وإلى التفاريع التي ترتبط بهذا الموضوع في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. نقطة مهمة أشير إليها وبعد ذلك أعود إلى ما أريد أن أحدثكم به في هذه الحلقة. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. مما حدثتكم به في الحلقات المتقدمة وأشرت إليه قبل قليل من أن القتل الثاني للحسين في عصر الرجعة العظيمة سيكون أشد وأقسى وأبشع وأعظم من القتل الأول في عاشوراء سنة 61 للهجرة. بنحو سريع وموجز أشير إلى مجموعة من النقاط التي تخبرنا عن هذه الحقيقة. أولا، وقوع القتل في عصر الرجعة هو هذا بحده يكشف لنا عن أن الجريمة ستكون أبشع،
لماذا؟ لأن الحجج قد تأكدت على الناس. القتل سيكون في العراق، الحجج تأكدت وتأكدت وتأكدت. نحن نتحدث عن زمان متأخر في عصر الرجعة العظيمة، العصر القائمي الأول تقدم، وجاءت رجعة الحسين الأولى، وكرات الأمير، ورجعة الأئمة، والعصر القائمي الثاني، كل هذا قد مر. تأكدت الحجج، فحينما تتأكد الحجج وتكون الصورة واضحة جدا، فهذا يعني أن القتل سيكون عن عناد، سيكون عن حقد، عن حسد، وحينئذ سيكون أشد. فإن الحجج التي ستتأكد في عصر الرجعة العظيمة قطعا هي أقوى من الحجج التي تأكدت على العراقيين في زمان القتل الأول. فضلا عن أن وسائل الحرب، وسائل القتل ستكون أشد فتكا، فكل شيء سيتطور، كل شيء سيتقدم إلى الأمام. فوسائل الحرب ستكون متطورة جدا في كل اتجاهاتها، وربما ستكون الأسلحة بصورة لا نستطيع تصورها الآن. ويضاف إلى كل هذا معرفتهم، أتحدث عن الذين سيقتلون الحسين، معرفتهم بالذي جرى في القتلة الأولى، فإنهم سيأخذون ذلك بنظر الاعتبار كي يأتوا بجريمة تكون أشد وتكون أبشع. فوقوع القتل في عصر الرجعة مع كل هذه الحيثيات التي أشرت إليها، ومع حيثيات أخرى ما أشرت إليها، يكشف لنا عن أن الجريمة ستكون أبشع. هذا أولا. وثانيا، اقتراب الوقت المعلوم، فإن قتل الحسين في عصر الرجعة سيكون قريبا من الوقت المعلوم الذي سيتحقق في أواخر عصر الدولة العلوية الكبرى. والدولة العلوية الكبرى ستأتي بعد قتل الحسين الثاني زمان الرجعة، بعد أن يثأر السفاح، بعد أن يخرج الأمير غاضبا للمنتصر مثلما مر علينا في الروايات والأحاديث، فإن الدولة العلوية ستبدأ بداياتها. سيكون القتل قريبا من الوقت المعلوم، وهذا يعني أن المشروع الإبليسي
سيتحرك في جميع الاتجاهات. هذا يعني أن إبليس سيحرك كل قواته وكل أعوانه لعله يؤخر تحقق الوقت المعلوم. الواقعة قريبة من الوقت المعلوم، هذا يعني أن الأمر سيكون أشد. ثالثا، في القتلة الأولى جاءت عشائر العراق وجاء أهل الكوفة، أما في القتلة الثانية مرت علينا الرواية تخبرنا من أن الناس سيجتمعون عليه، سيتكاثرون عليه، أبيضهم وأسودهم، وهذا سيجعل الواقعة أشد، سيجعلها أقسى. رابعا، الذي أخذ بثأر الواقعة الأولى إمام زماننا، أما الذي سيأخذ بثأر الواقعة الثانية أمير المؤمنين، وهذا يكشف عن عظمة الأمر. ومر علينا من أنه سيخرج غاضبا، سيخرج غاضبا لما جرى على المنتصر، لما جرى على الحسين في القتلة الثانية. وهذا يكشف عن أن الجريمة ستكون أقسى إذا ما نظرنا إلى الآخذ بالثأر. خامسا، مر علينا التعبير في الكتاب الكريم بالراجفة. الآيتان السادسة والسابعة بعد البسملة من سورة النازعات: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. بينما مر التعبير عن القتلة الأولى من أنها تركت وأثرت بتأثير القشعريرة، وأشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، مر هذا الكلام علينا. القشعريرة أشارت إلى القتلة الأولى، والراجفة أشارت إلى القتلة الثانية. لا أريد أن أعيد الكلام الذي تقدم في الحلقة الماضية، لكن هناك فارق كبير بين الرجفان وبين القشعريرة، وهذا يكشف عن قسوة الجريمة وعن عظم الرزية بشكل أوضح في الحالة الثانية. وأيضا فإننا إذا ما نظرنا إلى التعبير تتبعها الرادفة بشكل مباشر، يكر الأمير غاضبا ثائرا للحسين: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، بشكل مباشر. بينما يوم الخلاص المرحلة الأولى من الثأر الحسيني على يد إمام زماننا، فيما بين يوم الخلاص ويوم عاشوراء زمان طويل،
عاشوراء حدثت في السنة 61 للهجرة، وها نحن في السنة 42 بعد 400 بعد الألف، ها نحن في أواخر سنة 1442 للهجرة، ولا زال الزمان ممتدا مستطيلا. بينما في القتلة الثانية مباشرة يأتي الثائر السفاح، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. هذا يكشف عن قسوة الجريمة من أنها أقسى وأشد وأبشع وأعظم. سادسا، الوصف في زيارات الحسين بالوتر الموتور تشير إلى أن الجريمة أقسى. الموتور، القتيل المقتول، الدم السفيح المسفوح. سابعا، الأمور بخواتيمها ونتائجها. القتلة الأولى ستنتج لنا المشروع المهدوي الأعظم، ستنتج لنا يوم الخلاص. المشروع المهدوي الأعظم في العصر القائمي الأول هو مقدمة للرجعة العظيمة، والرجعة العظيمة مقدمات تقودنا إلى النتيجة العظمى، إلى الدولة المحمدية الخاتمة. القتلة الثانية هي التي ستكون فاتحة وبوابة للدولتين، للدولة العلوية الكبرى التي هي مقدمة للدولة المحمدية العظمى. هناك فارق بين النتائج. نتائج القتلة الأولى مقدمات للرجعة، بينما نتائج القتلة الثانية هي زبدة الرجعة، هي خلاصة الرجعة، هي الدولة المحمدية العظمى. نستطيع أن نتبين الأمور من نتائجها، فالأمور بخواتيمها وبتحقيق أهدافها. ثامنا، في ثقافتنا الحسينية، في أجوائنا الشيعية، نحن نعتقد أن سيد الأوصياء في السنة 61 للهجرة يظهر لنا أن الأمير أعد العباس للقتلة الثانية، فإن العباس في عاشوراء في السنة 61 للهجرة كان سقاء، خرج مستأذنا فأمره سيد الشهداء أن يطلب ماء للأطفال العطشى، فكان العباس سقاء فقط،
ما كان العباس عباسا، سيعود العباس عباسا، سيعود في الرجعة، سيعود العباس عباسا في المرحلة الثانية من الثأر الحسيني، في رجعة الحسين الأولى. سيعود العباس عباسا مع الحسين في الكرة التي سيقتل فيها، وسيقتل العباس أيضا، فإن أنصار الحسين سيكونون معه. في تلك الكرة وما قبلها في عصر الرجعة العظيمة سيعود العباس عباسا، لا كما كان في عاشوراء كان سقاء. أتعلمون ما معنى العباس؟ العباس في لغة العرب هو الأسد الذي تفر منه الأسود. العباس في لغة العرب هو الأسد الذي تفر منه الأسود، ترتعب منه الأسود. هذا المعنى تجلى، ما تجلى منه في طفوف السنة 61 للهجرة، لكن المعنى لم يتجلى بكامله، لأن العباس كان سقاء. سيعود في الرجعة عباسا. هكذا نقرأ في زيارته، في زيارة أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه كلمات إمامنا الصادق، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي علمنا أن نزور العباس بهذه الكلمات. نخاطبه، نخاطب أبا الفضل: فمعكم معكم. إنها كلمات الزيارة الجامعة الكبيرة. نخاطب العباس لأنه وجه محمد وآل محمد. عبر العباس نخاطب محمدا وآل محمد، هذا وجههم المشرق، هذا قمرهم. فمعكم معكم، لا مع عدوكم، إني بكم بكم وبإيابكم من المؤمنين. بإيابكم يا أبا الفضل، إني بكم بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. لاحظوا دقة التعابير: قتل الله أمة قتلتكم. متى هذا؟ متى سيقتل الله أمة قتلتهم؟ في الرجعة، في الرجعة بيد علي صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن القتلة الثانية، القرآن يشير إلى ذلك. ماذا نقرأ في سورة الأنفال في الآية
بعد العاشرة بعد البسملة. وسورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر، والخطاب من الله إلى رسوله: فلم تقتلوهم، الحديث هنا عن المسلمين، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. كيف قتلهم؟ علي هو الذي قتلهم، قتل الصناديد. المسلمون ما كانوا يملكون سيوفا، كانوا يحملون معهم جريد النخل. الأسياف كانت قليلة. أتعلمون كم كان عدد الأسياف؟ كان عدد الأسياف 8 أسياف. ولم يملك المسلمون من الخيول إلا فرسين، واحدة عند المقداد بن الأسود وواحدة عند الزبير بن العوام. ما كان عند المسلمين لا رماح ولا سيوف ولا نبال، كانوا حفاة لا يحملون معهم إلا جريد النخل. جاءوا من المدينة، والمدينة معروفة ببساتين النخل، جاءوا بجريد النخل. وما كانوا قد تدربوا على الرياضات القتالية كالجودو والكاراتيه وغيرها، وما كانوا قد تدربوا على الرياضات القتالية كالجودو والكاراتيه وغيرها. فالذي جندل الصناديد هو علي، هو علي الذي أدار المعركة، علي، علي صلوات الله عليه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، قتلهم بيد علي. وما رميت يا رسول الله إذ رميت ولكن الله رمى. حينما رفع رسول الله مقدارا من حصباء الأرض ورمى به وجوههم، وجوه المشركين، حين قال: شاهت الوجوه. والروايات تخبرنا من أن تلك الحصباء وذلك التراب الذي من أن تلك الحصباء وذلك التراب الذي رفعه رسول الله ما وصل إلى وجه أحد من المشركين إلا وقد قتل، قتل بيد علي. فهذا الخطاب خطاب لمحمد وعلي، مثلما جاء الكلام في سورة الأحزاب في الآية 25 بعد البسملة: وكفى الله المؤمنين القتال حتى في كتب المخالفين، وكفى الله المؤمنين القتال بعلي، 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 وكفى الله المؤمنين القتال بعلي. فلم تقتلوهم في بدر ولكن الله قتلهم، أما رسول الله
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فحين نقرأ في زيارة العباس قتل الله أمة قتلتكم، إنه القتل الثاني بالأيدي والألسن، يا أبا الفضل فمعكم معكم لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. لا يعني أن العبارة لا تنطبق على إمام زماننا، لكنها في عمقها البعيد مثلما جاءت التعابير القرآنية في سورة الأنفال في علي تشير إلى غضبة السفاح، إلى الثأر الحسيني على يد علي بعد القتلة الثانية في الرجعة العظيمة. من هنا فإن كلمة الحسين للعباس حينما جاء العباس مستأذنا بعد أن قتل جميع الهاشميين وجميع الأنصار، لم يبق في ساحة المعركة مع الحسين إلا العباس، فجاء مستأذنا، فماذا قال له سيد الشهداء؟ قال: أنت حامل لوائي، وإذا مضيت، إذا مضيت يعني إذا مضيت شهيدا، إذا ما قتلت تفرق عسكري. صحيح أن العباس عسكر الحسين، صحيح هذا، لكن الإمام إذا كان يقصد هذا لكان قال له: وأنت عسكري. الإمام قال له: تفرق عسكري، يشير إلى زمن آخر. فالحسين هنا يتجاوز في حديثه زمن اللحظة مثلما تجاوز الزمان مع أنصاره ومع أهل بيته في ليلة عاشوراء حين حدثهم عن الذي سيجري في يوم غد في يوم عاشوراء، وحدثهم عن الرجعة العظيمة ومن أنهم سيعودون، حدثهم عن الرجعة، الروايات تخبرنا، حدثهم عن رجعته، إذا ما رجع هو فإنهم سيعودون معه، وأراهم مواضعهم في الجنان. عاشوراء تجاوزت الزمان والمكان في أسرارها وتفاصيلها. الحسين هنا يشير إلى زمن بعيد، فإذا مضيت يا أبا الفضل تفرق عني عسكري. هذا يؤكد ما تشير كل المعطيات من أن الأمير أعد العباس لحسين إلى الزمن البعيد، إلى زمن الرجعة العظيمة.
هذه معطيات، منها ما هو في حد التصريح، ومنها ما هو في حد التلميح، وهناك معطيات أخرى سيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها في طوايا الحديث المتفرق في الحلقات القادمة. كل ذلك يشير إلى أن القتل الثاني سيكون أشد، سيكون أقسى، ستكون الجريمة أعظم. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليهم والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. ديننا هو دين الرجعة. مشكلة الشيعة كبيرة جدا، مشكلة الشيعة هي المشكلة التي حدثتكم عنها في مجموعة حلقات أعرف إمامك، حين حدثتكم عن التنزيل والتأويل. مشكلة الشيعة في اتباعهم لمراجعهم، ومراجع الشيعة ضالون، لا زالوا في مرحلة التنزيل، لم ينتقلوا إلى مرحلة التأويل. هم يقتدون بنواصب السقيفة اللعناء الذين حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وعادوا وحرفوا ذلك الدين. هو بالأساس دين منسوخ، مرحلة التنزيل نسخت بمرحلة التأويل. أقول للذين يسمعون هذا الكلام لأول مرة: عودوا إلى برامجي وستعرفون الحقيقة واضحة صريحة بينة. لا أجد وقتا كي أفسر لكم المراد من مرحلة التنزيل والتأويل. في مرحلة التنزيل لم يكن هناك من تركيز على الرجعة، وإنما كان التركيز على القيامة الكبرى، وقد عرضت القيامة الكبرى
في الجوانب التي يكثر الحديث عنها في طائفة من آيات الكتاب الكريم عرضت بنحو يتناسب مع ثقافة العرب آنذاك، حديث عن لحم طير وعن أشجار وعن فواكه وعن حور حسان، عن صور لم تكن متوفرة في حياة العرب آنذاك. ربما عند كبارهم عند المترفين، وذلك أمر خاص جدا، لكن صحراء العرب ليس فيها من أثر لتلك الصور الجميلة الناعمة المترفة التي حدثنا عنها القرآن في أوصاف الجنان. أنا لا أريد أن أنكر هذه المعاني، إنما أقول هناك ثقافة مجتزأة عن يوم القيامة. يوم القيامة ما هو بيوم؟ هذا مصطلح. يوم القيامة عالم 50,000 سنة. خمسون ألف سنة يتكون من 50 موقف، من 50 عالم، وكل عالم نعيش فيه 1,000 سنة. عالم معقد واسع، ما هي بنار مسجرة كنار تسجر في حطب يؤتى به من البادية. هذه صور ساذجة. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، هذا موضوع معقد يحتاج الحديث عنه إلى وقت طويل جدا. في عصر التنزيل كان الحديث عن القيامة الكبرى وعن جنة ونار بصورة ساذجة جدا، ولم يكن هناك من حديث عن الرجعة العظيمة. تأكد الحديث عن الرجعة العظيمة في عصر التأويل، في مرحلة التأويل. وبما أن مراجع الشيعة بقوا على دين النواصب، على دين مرحلة التنزيل، لذلك لم يعبأوا ولم يهتموا بعقيدة الرجعة، وإلا فديننا هو دين الرجعة، وديننا من دون الاعتقاد بالرجعة سيكون دينا مخروما، لأن الرجعة هي ثمرة دماء الحسين، ودماء الحسين البرنامج البديل عن برنامج الغدير. حينما غدرت الأمة بالغدير جاء برنامج القربان، وبرنامج القربان فتحت بوابته بمقتل فاطمة وبمقتل المحسن. عين القلادة في هذا البرنامج أبو السجاد عاشوراء العظيمة،
ديننا دين الرجعة. لماذا نخاف من النواصب ماذا سيقولون عنا؟ لماذا نخاف من استهزائهم بديننا؟ لماذا لا نستهزئ نحن أيضا بدينهم؟ ما هو دينهم المهزلة؟ ديننا دين محمد وآل محمد، لكننا ماذا نصنع لهؤلاء الثولان الخوثان في النجف الذين تلقبونهم بآيات الله العظمى؟ ماذا نصنع لهؤلاء الثولان الخوثان الأغبياء الذين هم مراجع الشيعة من الأموات من الأحياء من المنتظرين الواقفين في الصف؟ لا أبالي بهم، من هم هؤلاء؟ الأئمة يصفونهم بالسفلة، سأقرأ عليكم الروايات، هؤلاء سفلة الشيعة بل أسفل السفلة، لأن الأئمة وصفوا الذين يستهزئون بحديث واحد من أحاديث الرجعة، وصفوه بالسافل، وصفوا الذين يستهزئون بحديث واحد من أحاديث الرجعة وصفوهم بسفلة الشيعة، فما بالكم وهؤلاء يستهزئون بكل أحاديث الرجعة بكل تفاصيلها؟ هؤلاء هم أسفل سفلة الشيعة، أتحدث عن مراجع الشيعة من المرجع الأعلى إلى المرجع الحضيض، من مراجع النجف وكربلاء، من مراجع حوزة الطوسي، أتحدث عن هؤلاء، عن الأحياء منهم وعن الأموات لا أبالي، أتحدث عن السيستاني فما دونه، وأتحدث عن الذين سبقوه وعن الذين سيأتون. بحسب أحاديث أهل البيت هؤلاء هم سفلة الشيعة، الروايات هكذا وصفتهم، سأقرأ عليكم هذه الروايات في الحلقات القادمة حينما يحين وقتها المناسب بحسب تسلسل العناوين والموضوعات. بحسب ثقافة العترة وبحسب مرحلة التأويل، هذا العنوان الآخرة هو عنوان للرجعة في الكثير من الآيات، وهو عنوان للقيامة الكبرى في الكثير من الآيات. فهناك العديد من آيات الكتاب الكريم تتحدث عن الرجعة من أنها هي الآخرة، إنها آخرة أولى، الآخرة الكبرى هي القيامة الكبرى. آتيكم بأمثلة، هذه سورة النحل، الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون، بداية الآية إلهكم إله واحد، ثم تقول الآية فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. هذه الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ماذا يقول تفسيرهم
الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير ونحن في يوم الغدير، نحن في أيام الغدير، في وقت الغدير. هذا هو تفسير القمي. تفسير القمي ما هو بتفسيره؟ إنها أحاديث الباقر والصادق والكاظم، إنها أحاديث أئمتنا صلوات الله عليهم. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 358. الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. أبو حمزة يقول: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه، إنه الباقر، سمعت أبا جعفر يقول في قوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق. فالآخرة هنا الرجعة، هذا كلام الباقر، ونحن بايعنا في بيعة الغدير على تفسيرهم، هذا هو تفسيرهم. لا شأن لي بتفسير نواصب السقيفة، ألا لعنة على تفسيرهم، ولا شأن لي بتفسير نواصب النجف من الطوسي إلى السيستاني، ألا لعنة على تفسيرهم. هذا هو تفسير باقرهم، هذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أبو حمزة الثمالي هكذا يقول: سمعت أبا جعفر يقول في قوله: فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة. الإمام يقول، الإمام الباقر، يعني أنها كافرة، الذي ينكر الرجعة كافر، يعني أنها كافرة، وهم مستكبرون، يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون. استكبروا على تفسيره، نقضوا بيعة الغدير. لو أن شيعة وفت ببيعة الغدير لأخذت بتفسير علي، فهذا أول بند في بنود البيعة. رسول الله هكذا اشترط علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط، وتفسير علي وآل علي قائم على عقيدة الرجعة، مبني على عقيدة الرجعة. تفسير جابر الجعفي الذي ضيعوه، تفسير جابر كان يشتمل على آلاف من الأحاديث، وليس المئات، آلاف آلاف من الأحاديث، النسبة العظمى منها في الرجعة. أكثر أحاديث جابر في تفسيره الكبير، أكثر أحاديثه في الرجعة، ضيعوه واستهزأوا به. الرواية واضحة، الآية هي هذه في سورة النحل: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فماذا يقول باقر العلوم؟ فالذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني أنهم لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، قلوبهم منكرة، يعني أنها كافرة، وهم مستكبرون، يعني أنهم عن ولاية علي مستكبرون. استكبروا على تفسيره. مراجع النجف فسروا القرآن ابتداء من الطوسي وفقا للمنهج العمري في التفسير، تفاسيرهم موجودة، وتفسير علي وآل علي موجود. هذه أحاديث أهل البيت في تفسير قرآنهم، هي التي أقرأ عليكم منها في كل برامجي، وهذا مثال منها.
القضية معروفة في أحاديثهم التفسيرية، هذا تفسير القمي وهذا تفسير العياشي. ماذا نقرأ في تفسير العياشي؟ وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي أيضا بيروت لبنان، هذا هو الجزء الثاني صفحة 278، الحديث 14 عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. أحاديث جابر الكثير منها في الرجعة التي تنتشر في كتبنا. تفسيره العظيم ضيعوه، وما هو بتفسيره، إنه تفسير إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الرواية التي قرأتها عليكم من تفسير القمي كانت عن أبي حمزة الثمالي، هؤلاء حملة أسراري عقائدي وفكر أهل البيت. تلك الرواية في تفسير القمي عن أبي حمزة الثمالي، وهذه عن جابر الجعفي. وأما قوله الذين لا يؤمنون، الباقر يقول فإنه يعني لا يؤمنون بالرجعة أنها حق، وأما قوله قلوبهم منكرة فإن الله يعني قلوبهم كافرة، وأما قوله وهم مستكبرون فإنه يعني عن ولاية علي مستكبرون. المضمون هو هو، هذه تفاسيرهم. القلوب التي لا تؤمن بالرجعة ومن أنها حق مثل ما بينوها لنا قلوب كافرة كافرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة، هذا هو الفارق بين فهم القرآن وفقا لمرحلة التنزيل وفهم القرآن وفقا لمرحلة التأويل. ورسول الله أمر أمير المؤمنين أن يقاتلهم وأخبره من أنه سيقاتلهم على التأويل مثلما قاتلهم رسول الله على التنزيل. فهؤلاء مراجع النجف، لو كانوا في عصر علي لكان علي قد قاتلهم لأنهم كفروا بالتأويل. هؤلاء أعداء علي، قلوبهم ربما مع علي ولكن أسيافهم على علي. الحكاية هي الحكاية. أتستغربون بعد ذلك أن يقتل علي ثانيا في الرجعة أو أن يقتل حسين في الرجعة؟ ما أنتم الآن، أنتم الآن تقتلون عليا. لا أتحدث عن المراجع، أتحدث عن الشيعة. ماذا بأيديكم من علي؟ الصلاة. الأمير يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم، وأنتم تضربون الصلاة على قرنها، لا تذكرون عليا في التشهد الوسطي والأخير وتعتقدون أن ذكره يبطل صلاتكم بحسب فتاوى مراجعكم السفلة الأغبياء الثولان. ما أنتم تضربون صورة علي التي هي صلاتكم تضربونها على قرنها، كما ستضربون عليا على قرنه ثانية في عصر الرجعة العظيمة، لأن الكثيرين سيعودون
هم سيرجعون من الأخيار والأشرار. صحيح أن الجميع لن يعودوا، لكن كثيرين سيعودون. وهذا الأمر ينتقل في الجينات، ألا تلاحظون التركيز على ذرار قتلة الحسين؟ ما نحن العراقيون من ذرار قتلة الحسين؟ ألا تلاحظون التركيز على ذرار قتلة الحسين في الروايات؟ حينما يأتي الكلام عن ظهور إمام زماننا وعن الرجعة وعن هذه التفاصيل، سأتناول هذه الموضوعات في الحلقات القادمة، لكنني أردت أن ألفت أنظاركم إلى تركيز أحاديث الأئمة على ذرار قتلة الحسين، لأنهم هم الذين سيقتلون عليا، سيقتلون الحسين ثانية. ما دام مراجع النجف هم الذين يشحنون الأفكار الناصبية في رؤوسكم، ستنتقل في الجينات. من هنا يأتي التأكيد على الذراري، فهذه الأفكار ستنتقل في الجينات. مشكلة كبيرة جدا. نذهب إلى فاصل. عن بريد قال: سمعت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. فالذين لا يؤمنون بالآخرة، إنها الآية 22 بعد البسملة من سورة النحل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة، قلوبهم كافرة، وهم مستكبرون، يستكبرون على ولاية علي. ما هو هذا الواقع الشيعي في حوزة النجف؟ هذا هو الواقع الشيعي عند مراجع النجف. فالآخرة عنوان للرجعة. إذا لم نرجع إلى تفسير علي وآل علي التزاما ببيعة الغدير، فإن القرآن سنحوله إلى كتاب ضلال نضل أنفسنا به، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين قال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذا فرقنا بينهما النتيجة واضحة: الضلال. وهذا هو الذي فعله مراجع النجف ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني، والسيستاني قطعا هو الأسوأ، هو أسوأ من الذين سبقوه. وهذا الأمر بينته بالأدلة
والوثائق والحقائق. قطعا أنا لا أقصد السيستانية فقط، وإنما أقصد جميع مراجع النجف، لكنني لا أعبأ بالصغار، أذهب إلى الكبير الكبير، هذه طريقتي، أذهب إلى الرأس الكبير وأتحدث عنه، لا أبالي. الرؤوس الصغيرة لا قيمة لها. إذا أردنا أن نعرف الحقائق فعلينا أن نضع النقاط على الحروف بشكل دقيق وبنحو واضح. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة لا يؤمنون إيمانا كاملا، مثلما قال إمامنا الباقر من أنهم لا يؤمنون بالرجعة من أنها حق بكل تفاصيلها. لا أن يضحكوا عليكم ويقولون نعم وردت في الروايات، إنها ليست من ضروري الدين، ليست من ضروري المذهب، لا يسألون الله عنها، هذا الهراء الذي يقولونه لا تؤثر على إيمان الشخص، لا يكون دين الإنسان ناقصا من دون الاعتقاد بها. الإمام يقول قلوب كافرة، الباقر يقول وهؤلاء هكذا يقولون. ما أنا أقول دائما من أن الصواب في خلاف مراجع النجف، في خلاف مراجع الشيعة، أكانوا في النجف، أكانوا في كربلاء، أكانوا في بغداد، أكانوا في قم، أكانوا في إصفهان، أكانوا في طهران، أكانوا في لبنان، أكانوا في باكستان، في كل مكان. لا تحدثوا عن مجموعة معينة، وأتحدث عن الأموات منهم وعن الأحياء وعن القادمين الذين يتهارشون على المرجعية كتهارش الكلاب على الجياف، هذا هو واقعهم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة وهم مستكبرون. سآتيكم بمثال، سآتيكم بمثال الوائلي الناطق الرسمي باسم مراجع النجف، باسم السيستاني، ناطق رسمي عقائدي، لا أتحدث عن ناطق رسمي سياسي، إنه ناطق رسمي عقائدي. هو يستخف بأحاديث الرجعة ويجهلها وينقل لنا عن كبار مراجع النجف من أنهم يقولون من أن الرجعة لا تساوي فلسا عندهم، ومن أن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسا عندهم. هذا منطق حوزة النجف، هذا منطق مراجع النجف. مراجع النجف يقدمون الوائلي على أنه مدرسة الشيعة المتنقلة، مكتبة الشيعة المتنقلة، جامعة الشيعة المتنقلة، ما هكذا كلهم يتحدثون عن وفضائيات الشيعة تعج بمجالسه وأحاديثه. هذا هو منطقه الذي سأعرضه بين أيديكم. على قناة ANN الفضائية في لقاء مع الإعلامي العراقي هشام الديوان، الوائلي يجيب على أسئلة السائلين، سني يتصل ومعلوماته أصح من الوائلي. هذا السني ذكر
بعضا من المعلومات ونسبها إلى عصر الظهور وهو مصيب في ذلك. الوائلي أجابه فقال: هذه أحاديث الرجعة، جاهل بأحاديث الظهور وبأحاديث الرجعة. وبعد ذلك يسخف أحاديث الرجعة ويحدثنا عن كاشف الغطاء، عن محمد حسين كاشف الغطاء، من أن أحاديث الرجعة، من أن الرجعة لا تساوي فلسا عند الإمام الأكبر عند كاشف الغطاء. وهذا هو منطقهم جميعا، منطق مراجع النجف. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 53 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، وهي من مجموعة وثائق ضلال عقائد الوائلي. أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم، في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة. لا لا اسمح لي، وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة. أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي، يوم نبعث من كل أمة فوجا. ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع، خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدريش يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسان واحدة. نتنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح، إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي، إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل، وإلى من إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا. هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة، أبو سمير الوائلي يتحدث عن نخل للروايات وهو لا يدري أن كلام المتصل السني كان صوابا. ما ذكره السني من معلومات هذه وردت في روايات عصر الظهور، وهو نسبها إلى عصر الرجعة، وهذا يعني أنه لا يعرف خصائص عصر الظهور ولا يعرف خصائص عصر الرجعة، ويحدثنا عن نخل للروايات، عن تحقيق. هذا هو الجهل والغباء والثول الذي أتحدث عنه عند العمائم الكبيرة في النجف، ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الحضيض، ابتداء من الخطيب الكبير الأعلى وانتهاء بالخطيب الصغير الحضيض، كلهم هكذا. ولاحظوا لغة جسده، مدى وثاقته مما يقول، وهو جاي يحكي خرط، الحكي كله خرط. هذا هو واقع عمائم النجف، مطايا حمير بغال ويتصورون أنهم يفقهون. رجاء أعيد بث الوثيقة
وأتمنى على الذين يتابعون هذه الحلقة أن يقارنوا بين المضامين التي بينت من الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة ومن أدعيتهم وزياراتهم عن أهمية الرجعة في عقيدتنا وبين هذا الهراء. أما المفهوم لدى أهل الشيعة بأنه هو الغلام، هذه مذكورة في كتب الشيعة أنفسهم في الكليني وغيره من الكتب الذي يذكر في هذه الأمور، وأنه سوف يعود، وأنه سوف يعني بإذن الله أنه يرأس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأنه يختص من الصحابة من خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان لأنهم أغمضوا حق إمام علي، وهذه مذكورة في كتب الشيعة. لا لا اسمح لي، وقرآن فاطمة وأمور أخرى هذه مذكورة. أنا فهمت ما تقول، بس اسمح لي أقول لك شيء. هذا الذي تقول بأنه موجود في الكتب يقابله موجود في كتب أهل السنة عشرات الأضعاف، لكن أعرف أن أهل السنة لا يأخذون به، وإحنا لا نأخذ أيضا بالزيادات هذه التي تقولها، وأنت خلطت بين المهدي وبين فكرة الرجعة. هذا الذي تتكلم عنه بالرجعة ما العلاقة بالمهدي؟ يوم نبعث من كل أمة فوجا، ارجع سيادتك لتصحيح التفكير في الموضوع. خلطت بين الرجعة وبين فكرة الإمام المهدي. مجيء الإمام المهدي وأن يخرج ويعاقب، هذه روايات تدريش يعبر عنها أحد فقهانا وهو الشيخ كاشف الغطاء قدس الله سره، يقول إن أخبار الرجعة لا تساوي عندي فلسن واحدة. بتنبه لي شوية زين في المسألة. إذن ليس كل ما ورد في الكتب هو صحيح. إحنا كل رواية نخضعها إلى نقاش، نخضعها إلى أخذ ورد، إلى تمحيص، إلى نخل كامل. هذا اللي تقوله ليش ماكو داعي؟ إذا كان عندهم أخطاء الله عز وجل هو الذي يتولى معاقبتهم، وإذا عندهم فضائل الله عز وجل هو الذي يتولى جزاءهم على تلك الفضائل. ولمن إذن وضع الحساب والعقاب في الدنيا؟ هذه روايات إحنا لا نعتد بها، جملة من الروايات وغير ثابتة، وكل رواية لها نقاش. على أن تحمل الطائفة كلها رواية ضعيفة. تلاحظون أن الفكرة الناصبية هو الذي يملأ رأسه، يرد على الرجعة من أن القيامة الكبرى موجودة وهناك يكون الحساب. هذا هو الفكر الناصبي. الرجعة ثابتة على طول الكتاب الكريم، ومن ينكرها كافر بحسب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا شأن لي بعقائد نواصب السقيفة، ولا شأن لي بعقائد نواصب النجف، وهذا أنموذج عرضته بين أيديكم. هو يطالب السني المتصل من أنه يعود لتصفية الخلط. قال له: من أنك خلطت بين أحاديث المهدي وأحاديث الرجعة. والسني ما فعل ذلك، الوائلي هو الذي فعل، هو الذي لا يعرف أحاديث الظهور وأحاديث الرجعة. هؤلاء هم الذين تأخذون دينكم منهم، وأنا كنت أخذ ديني منهم، ولكن ثبت عندي بالقطع هؤلاء دينهم دين جهل وضلال، هؤلاء دينهم دين مسخ أخذوه من النواصب، يخالف دين محمد وآل محمد بدرجة 100%. وهذا الكلام أنا لا أقوله في زاوية مظلمة، هذا بث مباشر، إنني أتحدث أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية وهم يسمعونني، وقد أثبتت هذه الحقيقة بمئات ومئات ومئات من الساعات وبمئات ومئات
من الأدلة والبراهين والحقائق والوثائق. وما استطاعوا أن يردوا علي، واللي يرد علي أشق حلقه، أشق حلقه بالأدلة بالبراهين، لا كما يفعلون هم بمادة أربعة إرهاب، أو بقطع الأعناق، بقطع الأرزاق، بتشويه السمعة، بالتخويف والتهديد، لا كما يفعلونهم بقوة الحجج وبقوة المنطق وببلاغة علي وآل علي بقرآنهم المفسر بتفسيرهم بمضامين أدعيتهم الثابتة وزياراتهم الصحيحة برواياتهم الواضحة البينة، كل هذا بينته بالأدلة والبراهين والأرقام والحقائق والوثائق. وأمامكم هذه الشاشة، وأمامكم المواقع الإلكترونية، وعلى عينك يا تاجر. وكذبوني ولو بلقمة، كذبوني ولو بلقمة. أعود إلى قرآنهم صلوات الله عليه. جئتكم بهذه الآية مثالا من سورة النحل، من أن القرآن عبر عن الرجعة بالآخرة بحسب ثقافة مرحلة التأويل التي نسخت مرحلة التنزيل. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة كما قال الباقر، وقرأت عليكم الأحاديث من تفسير القمي عن أبي حمزة الثمالي عن باقر العلوم، ومن تفسير العياشي عن جابر الجعفي عن باقر العلوم. فالذين لا يؤمنون بالآخرة بالرجعة قلوبهم منكرة كافرة، وهم مستكبرون على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، تركوا تفسيره وذهبوا إلى تفسير أعدائه. هذا هو الذي فعله الطوسي ومن جاء من بعده من مراجع الشيعة إلى يومنا هذا. مثال آخر من سورة الإسراء، إنها الآية 72 بعد البسملة. ومن كان في هذه أعمى، في دار الدنيا التي نعيش فيها الآن، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في الآخرة في الرجعة، ما أنا الذي أقول، هم الذين يقولون. مختصر البصائر، هذه بصائر سعد الأشعري من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 96، رقم الحديث 65، عن أبي بصير عن أحدهما، عن الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما، في قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال في الرجعة الإمام الباقر الإمام الصادق حينما تحدث عن هذه الآية: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال في الرجعة. هذا في مختصر بصائر سعد الأشعري
وفي تفسير العياشي أيضا في المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، صفحة 328، رقم الحديث 131، عن أبي بصير عن أحدهما، الحديث هو هو في قول الله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقال: الرجعة، الآخرة الرجعة. والكلام هو هو سيكون فيما جاء في الآية السابعة بعد البسملة من سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الآخرة في هذه الدنيا، فالرجعة في هذه الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، عن الآخرة في هذه الدنيا. الآخرة في هذه الدنيا هي الرجعة التي تحدثت عنها الآيات المتقدمة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الآيات واضحة، واضحة وصريحة وبينة جدا. وقد حدثتكم عن الرجعة في عدة برامج، أتمنى أن تعودوا إليها، هي موجودة على الشبكة العنكبوتية. حدثتكم عن الرجعة في برنامج الكتاب الناطق، مجموعة حلقات عن الرجعة. قطعا لا أستطيع أن أتناول كل الحيثيات، وإنما في كل برنامج تناولت جانبا من حيثيات عقيدة الرجعة. الرجعة موضوع عظيم هائل. أتعلمون أن عدد الأحاديث التي وردت عن الأئمة بالآلاف لكن الشيعة ضيعوها؟ سنتحدث عن هذا الموضوع، ولكن لا زال بأيدينا المئات والمئات من الأحاديث في الرجعة، ما بين الروايات والأدعية والزيارات، وما بين الأحاديث التفسيرية لعشرات وعشرات وعشرات من آيات الكتاب الكريم التي حدثتنا عن الرجعة. وبعد ذلك يقول هؤلاء الغبران الثولان من أن أحاديث الرجعة لا تساوي فلسا. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة رقم 56 من مجموعة وثائق ضلال عقائد الوائلي، من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. هذا تسجيل صوتي في مجلس من مجالس الوائلي، الحديث هو هو، لئلا يقول قائل من أن الوائلي كان يتحدث بلسان التقية مثلا، وإن كان الوائلي لا يفعل ذلك، هذه هي عقيدته الحقيقية، ولكن قد يرقع المرقعون فيقولون من أن الوائلية يتحدث على التلفزيون في الفضائيات. هذه الوثيقة تخبركم عن حديث الوائلي بنفس المضمون في المجالس الشيعية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. وإلا الرجعة احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته
الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس. مو فرشي من ضرورياتنا، مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسا شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير. هذا الرجعة. قارنوا بين هذا المنطق، بين منطق خطبائكم خطباء النجف ومراجع النجف، وبين منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. من هنا أقول لكم من أنني أتبرأ من دين مراجع النجف، أتبرأ من دين حوزة النجف، أتبرأ من دين الخوئي، من دين محمد باقر الصدر، من دين الوائلي، من دين السيستاني، أتبرأ من دين هؤلاء، لأنني وجدت أن دينهم يتعارض مع دين محمد وآل محمد الذي هو في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم، يتناقض دين هؤلاء مع هذه الحقائق بدرجة 100%. من هنا أصر على أن الصواب في خلافهم، على أن الرشادة في خلاف هؤلاء، وهذه أمامكم الحقائق، واستمروا معي كي تعرفوا الحقيقة الواضحة. مع أنني لا أستطيع أن أتحدث عن تفاصيل الرجعة الكاملة، فهذا يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. ما سأعرضه في هذه الحلقات ما يرتبط بحسين، فهذه الحلقات عنوانها هذا هو الحسين، إنها محاولة إعادة قراءة للحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد، بعيدا عن منهج هؤلاء الغبران. سأعيد الوثيقة مرة أخرى، دققوا النظر في كلماته التي تكشف عن استصغاره واحتقاره وعدم اهتمامه هو وغيره، وعن اهتمامه هو وغيره من مراجع وعلماء وخطباء النجف. رجاء أعيد بث الوثيقة مرة أخرى. وإلا رجع احنا ايضا الله يرحم بعض فقهانا يتغمد برحمته، الشيخ كاشف الغطاء يقول لا تساوي عندي فلس. مو فرشي من ضرورياتنا، مجرد فهم من متبنيات المذهب. هسه شنو هي وثاقتها؟ قصدي مو ما لها الحجم الكبير. هذا الرجعة. مثل ما قلت لكم، حدثتكم عن الرجعة في مجموعة حلقات في برنامج الكتاب الناطق، وحدثتكم عن الرجعة في مجموعة حلقات في برنامج دليل المسافر، وحدثتكم عن الرجعة أيضا في برنامج زهرائيون في موسمه الثاني، وحدثتكم عن الرجعة أيضا في هذا البرنامج، في برنامج الخاتمة، في مجموعة حلقات أعرف إمامك، حينما فتحت لكم صحائف العقيدة السليمة، حدثتكم عن الرجعة أيضا في تلكم الحلقات، وحدثتكم عن الرجعة في برامج أخرى. إنني أتحدث عن الرجعة منذ 40 سنة. يتذكر الذين كانوا يحضرون دروسي في حرم السيدة المعصومة في تفسير سورة البقرة، لقد درستهم وحدثتهم عن الرجعة في السنة
بعد 80 سنة 1981 1981 1982 في ذلك التاريخ تحدثت كثيرا عن الرجعة. عودوا إلى برامجي، عودوا إلى محاضراتي كي تستطيعوا أن تحصلوا على صورة واضحة عن هذه العقيدة. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. الآية 33 من سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الآية 33 من سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية واضحة لا تحتاج إلى شرح إلى بيان، لكننا إذا رجعنا إلى أحاديثهم التفسيرية فإنهم يفسرونها في مطلع من مطالعها في عصر الظهور الشريف، وفي مطلع آخر في عصر الرجعة العظيمة يشيرون بذلك إلى تأويلها الأعظم. هذه الآيات لها تأويل صغير ولها تأويل كبير ولها تأويل عظيم ولها تأويل أعظم. هذه من جملة قواعد تفسير القرآن وفقا للمنهج العلوي، فهناك التأويل العظيم وهناك التأويل الأعظم. التأويل العظيم لهذه الآية في عصر الظهور، التأويل الأعظم في عصر الدولة المحمدية العظمى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه 33 من سورة التوبة. الآية بمضمونها هذا تأتي في سورة الفتح: إنها 28 بعد البسملة من سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. المضمون هو هو في تأويلها العظيم في عصر الظهور،
في تأويلها الأعظم في الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة والتي ستستمر 50,000 سنة. إنها مملكة محمد صلى الله عليه وآله. والآية هي بنفس ألفاظها التي مرت في سورة التوبة في سورة الصف، إنها الآية 9 بعد البسملة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا التكرار لهذه الآية يشير إلى أن بعثة نبينا لم تتحقق، رسالة نبينا لم تتحقق. متى ستتحقق؟ تتحقق في عصر الرجعة العظيمة، وتحديدا في الدولة المحمدية العظمى. ما جاء في سورة 7 في الآية 28 بعد البسملة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بحسب الأحاديث التفسيرية فإنهم فسروها صلوات الله عليهم، المصادر عندي موجودة لكنني لا أجد وقتا، وقت الحلقة قد انتهى، أحاول أن ألملم أطراف حديثي كي أودعكم. بحسب الأحاديث التفسيرية فإن الآية في الرجعة، في رجعتهم. وما أرسلناك إلا كافة للناس في عصر الدولة المحمدية العظمى. ومر علينا هذا في سورة النصر التي هي ثمرة ونتاج لدماء الحسين في القتلة الثانية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. المضامين هي. ومر هذا الكلام وقرأته عليكم من زيارات سيد الشهداء التي جاءت مروية عن إمامنا الصادق في كامل الزيارات في الحلقة الماضية. قارنوا بين أهمية الاعتقاد بالرجعة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم وزياراتهم وأدعيتهم وبين منطق الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني الوائلي لحوزة النجف. قارنوا بين هذا المنطق وبين منطق كاشف الغطاء وسائر المراجع الآخرين. إذا كان كاشف الغطاء لا يرى لأحاديث الرجعة من القيمة ما تساوي فلسا، فإن هناك من يستهزئ بها ومن يسخر منها، وإن هناك من ينكرها بالمطلق من مراجع النجف وكربلاء. ألا لعنة على منهجهم الضال، ألا لعنة على ما يسمى بعلم رجالهم، بعلم القنادر، ألا لعنة على ما يسمى بعلم الكلام، بعلم عقائدهم الضالة، ألا لعنة على ما يسمى بعلم الاستنباط، بعلم أصول الفقه، ألا لعنة على تلك الفتاوى الضالة التي تنتج لنا أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير الذي هو ذكر واجب قطعا، تنتج لنا أن ذكره يكون مبطلا للصلاة
ألا لعنة على صلاتهم في يوم الغدير. إنما أقول هذا لأنني أريد في يوم الغدير أن أنصر عليا وأن أخذل هؤلاء. ما نحن بايعنا على هذا الميثاق، اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. هؤلاء حينما نقضوا بيعة الغدير وتركوا تفسير علي وآل علي وركضوا يفسرون القرآن بحسب منهج النواصب، خذلوا عليا أم لم يخذلوا؟ هؤلاء حين أنكروا الرجعة وصغروا من قدرها خذلوا عليا أم لم يخذلوا؟ وهذا الخذلان هو الذي سينعكس على الشيعة وفي ذرار قتلة علي وفي ذرار قتلة الحسين ستنتقل في مورثاتهم حتى يقتلوا عليا مرة أخرى في الرجعة ويقتلوا حسينا مرة أخرى في الرجعة. هؤلاء خذلوا عليا أم لم يخذلوا؟ الذين يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي، والله هؤلاء حمير. سر قبول الصلاة ولاية علي، كيف ذكره يكون مبطلا للصلاة؟ وحق الحسين هؤلاء حمير في أحسن أحوالهم إن لم يكونوا شياطين. إن لم يكونوا شياطين أنجاس فهؤلاء حمير. سر قبول الصلاة ولاية علي، كيف يكون ذكر علي مبطلا للصلاة؟ هذا خذلان لعلي أم نصرة؟ لذا أقول هذا الكلام لأنني أريد أن ألتزم ببنودي ومواثيق بيعة الغدير وانصر من نصره واخذل من خذله. هؤلاء خذلوا عليا، لا بد أن أبكتهم، لا بد أن أخذلهم. وأنتم أيضا يجب عليكم أن تفعلوا ذلك إذا كنتم تريدون الوفاء ببيعة الغدير. وقت الحلقة انتهى، للحديث صلة نكمله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.